تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه. فشمل برعاية الكريمة هذا اليوم التمرين التعبوي درع الوطن 2020 والذي أجرته قوة دفاع البحرين بالذخيرة الحية. فلدى وصول جلالته كان في الاستقبال صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين والفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني واللواء الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي والفريق الركن دياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان. وقد رافق جلالته أيده الله معالي الشيخ خالد بن أحمد الخليفة وزير الديوان الملكي والمقدم الركن سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد القوى الخاصة بالحرس الملكي. الرحمن الرحيم. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه. سيدي صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين حفظه الله. أصحاب السمو، أصحاب المعالي والسعادة، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي صاحب الجلالة، نتشرف اليوم جميعا برعاية جلالتكم حفظكم الله لختام التمرين التعبوي درع الوطن 2020 والذي بدأ تنفيذه اعتبارا من 8 مارس 2020 وعلى مرحلتين. المرحلة الأولى تمرين قيادات مشترك، أما المرحلة الثانية والتي سنشهدها اليوم وهي عملية تشترك فيها مختلف أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين. سيدي صاحب الجلالة، خير ما نبدأ به آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم الرائد مرشد ديني ناصر راشد القدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم
لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. صدق الله العظيم. ومن أذن جلالته وأيده الله ببدء التمرين حتى بشرت القوات المشتركة بتنفيذ المهام الموكلة إليها بمهارة عالية وإصابة الأهداف المحددة لها بدقة وبحسب الخطط الموضوعة. هذا وقد أعرب جلالة الملك المفدى القائد الأعلى أيده الله على اعتزازه بما شهده خلال هذا التمرين التعبوي الشامل، مضيفا رعاه الله أن ذلك يدعو للفخر والإعجاب ويعكس المستوى الاحترافي الراقي والروح المعنوية العالية التي يتميز بها رجال قوة الدفاع البواسل وما اتسموا به من تطبيق دقيق ومتقن وانسجام امتاز به المشاركون، وأثبتوا خلاله المستوى الاحترافي الرفيع في إدارة المعركة، مقدرين للقائمين على هذا التمرين التعبوي ما أبدوه من مهارة تخطيطا وتنفيذا بكل نجاح وتفوق، مؤكدا أيده الله على أهمية استمرار مثل هذه التمارين للارتقاء بالكفاءة والمهارات القتالية، شاكرا ومقدرا جلالته أيده الله الإسهامات الصحية النبيلة والجهود الوطنية الكبيرة التي تقوم بها قوة دفاع البحرين لمكافحة فيروس كورونا كوفيد-19 ضمن الحملة الوطنية لمكافحة هذا الوباء العالمي، وتوفير المنشآت الطبية المزودة بأفضل المستلزمات العلاجية والتدابير الوقائية لما فيه سلامة وخير المواطنين الكرام والمقيمين. أضاف جلالة الملك المفدى رعاه الله أن قوة الدفاع ستظل بعون الله كما عهدناها سيفا ودرعا للوطن وقوة للخير والسلام وسندا للأشقاء والأصدقاء للمساهمة في التصدي لأي مخاطر تهدد منطقتنا ومواطنيها الكرام، متمنيا جلالته للجميع دوام التوفيق والسداد. سيدي صاحب الجلالة، تقوم الآن طائرات الكوبرا من على يمين المنصة بالرماية ومشاغلة الأهداف المعادية. مشاغلة هدف معادي بواسطة صاروخ موجه مضاد للدروع. سيدي صاحب الجلالة، تبدأ الآن من على يسار المنصة عملية الهجوم المعاكس والذي تقوم به سرايا المشاة الآلية والدبابات. سرايا الدبابات للتعامل مع الأهداف المعادية.
تم الإعازة لسرية الصاعقة بالقيام بعملية تطويق المنطقة. تقوم في هذه اللحظات طائرات الكوبرا بتقديم الحماية والإسناد للبدء بعملية الاقتحام. لقد استطاعت قواتنا المسلحة السيطرة على الموقف والقضاء على آخر تمركز لقوات العدو، كما تمكنت قواتنا من تحرير جميع الرهائن. سيدي صاحب الجلالة، إن في العهد الزاهر الذي شهدته المملكة في ظل قيادتكم الحكيمة تم منح المرأة البحرينية الفرصة المتكافئة في التعليم والرعاية الصحية والعمل بمختلف المجالات والترشح للمجالس البلدية والنيابية، وكان للمرأة نصيبها من المشاركة في قوة دفاع البحرين. واليوم تقوم مجموعة من عناصر الأمن والحماية بوحدة الشرطة العسكرية الملكية بتنفيذ رماية على الأهداف باستخدام البندقية والمسدس. يبدأ فريق القفز الحر بالمظلات من القفز من على ارتفاع 7000 قدم.
وفي ختام التمرين تشرف قائد التمرين بالسلام على جلالة الملك المفدى القائد الأعلى رعاه الله، حيث شكره وأثنى على الضباط المشاركين والقائمين على التمرين على جهودهم المميزة لإنجاح هذا التمرين التعبوي الشامل. حضر التمرين سعادة الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع وعدد من كبار الضباط. العزيمة والإقدام، الاحترافية والشجاعة، بسالة شهدت لها ميادين الشرف والكرامة، سطرت من خلالها قوة دفاع البحرين نجاحات متتالية في التدريب والتأهيل المتقن والاحترافي على غرار هذا التمرين التعبوي درع الوطن 2020 الذي حظي برعاية سامية من لدن سيدي جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة القائد الأعلى أيده الله ورعاه، وحضور كبار الضباط وقادة الأسلحة والوحدات في مملكة البحرين. لقد ساهم التمرين في تدريب القوات المشاركة بطرق تتيح اختبار قدراتهم القتالية على الأرض لمواجهة التحديات وفق أحدث المعايير، وفي الحقيقة لمسنا تعاون وتنسيق تام بين كافة الوحدات والأسلحة المشاركة، ويعتبر التمرين ميدانا خصبا لإبراز الكفاءة والمهارات القيادية وصقلها وتطويرها. نعتز ونفخر بالرعاية السامية من سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه لتمرين درع الوطن، وبالنجاح الباهر الذي حققه. لقد أثبت المشاركون في تطبيقاته المستوى الرفيع للجاهزية القتالية العالية والاحترافية في تنفيذ المهام على أكمل وجه وبمستوى عالي ومتميز. جاء هذا التمرين ضمن النهج التدريبي لقوة دفاع البحرين، وذلك لصقل الخبرات العسكرية والعملياتية وتدريب المشاركين على التخطيط والتنفيذ للعمليات الدفاعية والهجومية، كما يهدف التمرين إلى الوقوف على الجاهزية القتالية والإدارية وتطوير أساليب الارتقاء بها وتنسيق الجهود بين الصنوف المشاركة. فرضيات وتكتيكات متنوعة ومطورة أتقنها المشاركون في هذا التمرين، مؤكدين على الجاهزية القتالية العالية والدفاعية المتينة في مختلف الميادين وتحت كل الظروف، لتكون دائما رهن الإشارة وعلى أهبة الاستعداد ذودا عن مصالح الوطن وقيادته وشعبه بإشراف ومتابعة مستمرة من القيادة العامة لقوة دفاع البحرين الصرح العسكري الأول في المملكة. إن رعاية سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه لهذا التمرين أكبر دليل على حرص جلالته على الارتقاء بالقدرات العسكرية ورفع الجاهزية القتالية. لقد حظي التمرين بالاستقلال الأمثل لجميع القدرات وتركيز الجهود التي أدت إلى نجاحه بالدقة والكفاءة المطلوبة. تمرين درع الوطن ترجمة لمنهاج التدريب لقوة دفاع البحرين، والذي يهدف إلى صقل المهارات الفردية وتحقيق أعلى المستويات الجاهزية القتالية والاحترافية من خلال الإعداد والتأهيل والتدريب، تنفيذ التمارين المشتركة وتمارين مكافحة الإرهاب بما يضمن أعلى مستويات التدريب والتنسيق. نحن سعداء بما حققه التمرين من نتائج طيبة وظهوره بالصورة المشرفة ورصيد زاخر ضمن سلسلة التمارين التي تنفذها قوة الدفاع بصورة دورية. لقد برهن درع الوطن على الجاهزية القتالية التي تتمتع بها أسلحة ووحدات قوة الدفاع. الكفاءات الوطنية الاحترافية، جنود الوطن وحماة الثغور، العيون الساهرة على سلامة أمن الوطن وحماية سيادته، رجال أثراهم التدريب والتعليم والتسليح حتى باتوا درع الوطن المتين وحصنه العتيد. بواسل البحرين الأوفياء، رجال صدقوا ما عاهدوا عليه وطنهم ومليكهم المفدى، وما جاء هذا التمرين التعبوي درع الوطن 2020 إلا ليؤكد الجاهزية التامة التي يتمتع بها منتسبو قوة دفاع البحرين في مختلف الأجهزة والوحدات والأسلحة برا وجوا وبحرا. يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.